النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي نشر فيديو بيجمعه مع بنته مكة على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة طبعا انستجرام اللي بيكون عليه ضغط كبير جدا، ناس بتتابع جدا من خلاله. فصلاح ظهر في الفيديو وهو بيعلم بنته الوحيدة عدد من التدريبات، تدريبات بدنية في يوم الأجازة اللي حصل عليها مع فريقه طبعا خلال احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا. صلاح حصل مؤخرا على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية في البطولة اللي انتهت بفوز الريدز باللقب لأول مرة في تاريخه، وده الفيديو اللي بنحكي لحضراتكم عنه، ويعني فيديو لطيف وطبعا بيعمل بهجة لكل متابعيه.